بعد 14 يوم كاملين قضيناهم في صعيد مصر، قدرنا فيهم نزور 8 محافظات، بداية من الفيوم والحد أسوان. وبكده نكون خلصنا رحلة الصعيد البرية، واللي مش متابع يقدر دلوقتي يشوفها كاملة ويشوف جمال الصعيد الحقيقي. بداية رحلة العودة من رحلة الصعيد للقاهرة إن شاء الله. عايز أقول لكم رحلة كانت جميلة، متعبة طبعا شوية، لكن قررت وإحنا راجعين ما نرجعش على طول، لأن المشوار بعيد تقريبا 1000 كيلو. دي حاجة. الحاجة التانية بسوق لوحدي، فمش هقدر أخد 1000 كيلو على يوم واحد أو مرة واحدة. بقى 14 يوم على الطريق، فتعبان جدا ومرهق جدا، فمحتاج أريح في النص. فقررت إن أنا أخد بريك في الغردقة، فهنسوق من هنا من أسوان لحد الغردقة النهاردة، نبات هناك، نقعد يوم، نقضي يوم في الغردقة نريح فيه، وبعد كده نكمل رحلة العودة تاني على القاهرة إن شاء الله. طيب، سوق تقريبا 150 كيلو، رايح شوية في ساعة، ساعة ونص حاجة كده، ساعة ونص، وإن شاء الله رايحين إيه أول نقطة نقف عندها هي إيه؟ شوية سناك سريع ومية، كوباية قهوة لذيذة. توكل مع الله. يا جماعة أنا وصلت جنة والله العظيم، في نص رحلة العودة قابلت مين؟ ضاحي العسل. انا كلهم سريع عشان لسه مكملين لغاية الغردقة. والله نمسك طريق سفاجة وبعد كده الغردقة ان شاء الله. يا باشا انتوا قاعدين في التكييف، هو في اسوان كلام تاني؟ انا وريش اوريها لك والله، شعري اتحرق اهو. بجد؟ اقسم بالله في اسوان؟ شعري ايده شاط في اسوان. يا باشا درجة الحرارة 45 46. دي حاجة، ده حاجة حلوة دي. ده مفيش هزار. قسما بالله أنا لما كنت هناك كانت والله درجة الحرارة 60 و65. قسما بالله أنا بحلف، قسما بالله كانت الشمس صح؟ حط الترمومتر بالشمس الوضع ده. هو حط التليفون وأنت مش ليش تاخد 45 48 دي بتبقى في الدل، لكن 65 الشمس لا لا تقلب بيت. خلاص بص يا باشا، العلاقة من الدرجة لقينا في خط، بص هتلاقي تحت الساعة بيه سعيدي خلاص. الحمد لله أنا عندي جينات سعدية، نفعتني والله والله نفعتني. ناكل لقمة سريعة عند عبد الجباب لقينا في نص هنا بالظبط، عشان لازم نتحرك على طول، مفيش وقت والله العظيم. الساعه دلوقتي تقريبا 5، الساعه تقريبا داخله على 5، عايزين نتحرك نلحق نخش الغردقه باذن الله قبل، هو صعب قبل الليل ما يليل، بس يعني هنحاول قدر الامكان نوصل ايه، نشوف نص ساعه مثلا بالليل ولا حاجه. يلا جاهز ولا بننزل الشقه في هنا حد اول باشا؟ العالم من العالم. ايام كان في باترينا في الشارع هنا. سنة كام دي؟ 74. كان في باترينا في الشارع هنا. حق عبده؟ كان باترينا في الشارع، وكان دكانه فيها قرابستين. وده صورته هو كبير. ندوق شوربة لسان عصفور. بسم الله. ايوه بقى كده. رم عظمي شوية. الراجل اللي بقى بيعمل سندوتشات كفته يا جماعه، يعني نصيحه، لازم مع شويه طحينه عيش البلدي الجميل بتاعنا، مع شويه طحينه وريحتها ليفل تاني. يا ابني عايز اتحرك، عايز ايه؟ لا عايز تقعد هنا. اشرب القهوه. نشرب القهوه ونمشي. يلا نتحرك على طول. يلا بينا. دخلنا قعدنا قعده رايقه قوي، طلبنا 2 قهوه ساده اسبريسو. الراجل ده بيشرب زي قهوته زي والشاي برضه. يا اخي حبيبي بلدياتي ده يا جماعه. قهوه وصلت، بسم الله ندوب ونجرب. والله رايقه. المهم جبنا شويه لب عشان الطريق. هو في ايه بقى؟ الناس مش عايزه تاخد فلوس. كناق يا عم. هو في يا جماعه مش كده؟ يلا نشوفك على خير. سلام على كل الشباب. سلام على كيكو. سلام عليكم. سلام. توكلنا على الله. لا حول ولا قوه الا بالله. باي باي يا انا يا جميله. عايز اقول لكم الطريق بتاع البحر الاحمر رهيب. حكايه. متعه لوحده كده، متعه بالجبال بتاعته.
وقت الغروب اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي تفاصيل رهيبه، والطريق نفسه كمان حلو معمول حلو. من هنا لغايه سفاجه وبعد كده هنطلع نكمل من سفاجه للغردقه. لا 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 كلام تاني، كلام تاني والله متعه متعه. وصلنا سفاجة، فاضل 60 كيلو على الغردقة. يوم طويل قوي قوي قوي، بس هانت خلاص نوصل الغردقة ان شاء الله بالسلامة. وصلت الفندق. انت شبطنا اتفرج على الفندق بسرعة. دي غرفة، دي الماستر، وتفتح هنا طبعا مفيش حاجة بعينة، ده البول والاكوا بارك. هفرق على كل ده بكرة الصبح، اجواء رهيبة. دلوقتي تصبح على خير. صباح الفل، نفطر الاول بسرعة. نفطر فطار سريع. بسم الله. كان ناخد جولة، كان شفته رايقة بصراحة. نريح النهاردة شوية بعد المخرمة بتاعت الرحلة اللي فاتت. رحلة جميلة والله العظيم، اتبسطت فيها قوي قوي. من أكتر الرحلات اتبسطت فيها في حياتي. هنجرب سيرفينج. أجواء أجواء المكان هنا رهيب بصراحة. تعالوا نجرب نخش من على طول. أجواء وتجربة يا جماعة رهيبة بصراحة، لازم تعملها مره في العمر. وبعدين هنا الميزه بقى ان هو ايه، يعني بيدربك ازاي تتزن شويه، بتفهم الفكر اصلا، لان هي مش سهل الالتزام، مش سهل. انا عملتها مره واحده في جنوب افريقيا زمان، الناس بتعاني من زمان ممكن تكون فاكره، ودي تاني مره بصراحه اجربها، بس تجربه رهيبه. طبعا اتشقلبت وبهدلت، بس هي دي طبيعتها. والجميل هنا ان انت بتبقى ايه في امان، يعني حواليك مش هتخبط في حاجه، يعني لكن غير البحر. بحر انا نزلت شربت ميه وخبطت رجلي في الصخور تحت 100 مره. وقت الاكشن بقى، ونطلع ناخد الحاجات العاليه دي بقى. اجواء التعليمات. يلا بينا ماشي. انا عجبني الحوار والله، عجبني قوي. يلا بينا تاني. يا جماعة الناس دي مصممين مصممين ان انا اخش الخضرة دي اللي هي تفتح تنزل باي باي كامبورا. صح صح صح. مصممين يا باشا، لازم تنزل. مدام طلعت هنا لازم تنزل. ايه رأيكم؟ طيب نعمل ايه؟ اه يا جماعة يعني يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا. جاهزين؟ انا مش جاهز. وانا ليه تفتح تحت رجلي الاقي نفسي باي باي كامبورا؟ ليه؟ كده يا باشا. كده 5 4 3 2 1. لا 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 لا، ده كتير والله، ده كتير والله. هو ايه ده؟ هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا ما لحقتش اصرخ والله، ما لحقتش اصرخ. يا لهوي، انا عايز اصرخ دلوقتي بجد. تجربه رهيبه رهيبه. فري فول اول 5 6 ثواني ايه؟ لا ثانيتين ثلاثه بتتحرك تحت. لا 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 لا، ممتعه لابعد مدى والله العظيم، ممتعه جدا.
يلا بينا بقى نمشي من هنا. السلام عليكم. انا همشي من هنا خلاص، كفايه كده كفايه كده كفايه. الاشهر لعبه هنا وهي الكوبرا. اوه بيقولوا دي واخده جوائز في اوروبا. بصوا عامله ازاي. ايه يا عم ده، انا كنت جاي من رحله الصعيد اريح وانتخ واقعد في الشمس كده واستجم. انا اتنفخت يا جماعه مش كده المهم، بس اجواء وشويه طاقه بصراحه خرجوا. اقعد في النص وامسك ولا مش ماشي؟ يا لا صعبة والله صعبة. اشتغلوني وقالوا لي سهلة. النازلة دي مش سهلة. انت ضحكت عليا مش انت؟ اشتغلوني يا جماعة وضحكوا عليا والله. نتغدى بسرعة ان شاء الله ونتحرك في يومنا الجميل. احنا من ساعة ما خرجنا من القاهرة لغاية النهاردة ما عندناش في حتة غير هنا. صباح الفل، ايه الاخبار؟ لسه صاحي؟ لما حاجتنا الشنط الدنيا كلها فوق بعض، لما حاجتنا بسرعه هنفطر الاول نتحرك ان شاء الله. اجواء رايقه وهدوء. جبنا افطارنا سريعا. اجواء رهيبه بصراحه، وسط الدنيا اجواء. لمينا حاجتنا ولمينا شنطنا وهنتحرك على طول على القاهره ان شاء الله في رحله العوده. الغردقه جميله، حر شويه على فكره اليومين دول، مش بس هنا في العالم كله، درجه الحراره في العالم كله بقت حاجه مرعبه. نتحرك على طول، ناخد 5 ساعات 6 ساعات ان شاء الله سواقه على الطريق لحد ما نوصل ان شاء الله القاهره. بس وقفنا على الطريق ناخد قهوتنا، عندنا بنزين قهوتنا معانا، نتحرك على طول. وصلنا غارب، اول محطه على الطريق. نقف نريح شويه، نشرب حاجه بسرعه ونمشي. غارب يا جماعه، مدينه راس غارب من المدن الجميلة جدا بأهلها وناسها. معظم الناس هنا بتشتغل في قطاع البترول، الحفر، التنقيب، كل حاجة. وصلنا بالسلامة الحمد لله. اجواء خدنا 7 ساعات تقريبا، لان وقفت كتير بصراحه، كنت تعبان ووقفت كذا مره وريحت براحتي، شلنا وراحتنا والدنيا زي الفل. يلا الحمد لله، الحمد لله على السلامه. شكرا لكم على متابعتكم. المهم يا جماعه وصلت الحمد لله بالسلامه، لقيت اهلي عاملين احتفال غريب قوي.
استقبلوني بالمزمار والطبل البلد. ايه الاجواء دي؟ ايه الاجواء دي؟ تسلموا يا رب والله العظيم. يلا وخلصت رحله الصعيد، شكرا ليكم وشكرا لكل الناس تبعتنا. يلا سلام. جاهز 1 2 3 يا لهوي يا نهار ابيض. هو في يا جماعه؟ هو في بجد؟ عاملين ايه؟ عاملين ايه بجد؟ انا جاي اريح، انا اتنفخت.